نحن اليوم نلتقي للتوقيع على بروتوكول اتفاق. تم التوقيع اليوم على بروتوكول اتفاق مع السيد رئيس الحكومة وأرباب العمل. وهذا البروتوكول اتفاق فهو تتويج للقاءات وخاصة اللقاء الأول الذي كنا قد عقدناه مع السيد رئيس الحكومة في 25 مارس في إطار جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل. وبعد مفاوضات عسيرة وطويلة ما بيننا وبين أرباب العمل والأعضاء ديال الحكومة فتم الحصول على ما يلي. أولا كان الاتحاد المغربي للشغل متشبتا بزيادة عامة في الأجور، فلا معنى لحوار اجتماعي بدون زيادة عامة في الأجور، خصوصا إذا علمنا أن هناك ارتفاع تكاليف الحياة وتآكل القدرة الشرائية. وهكذا وصلنا إلى زيادة عامة في الأجور ديال 1000 درهم صافية على دفعتين بالنسبة للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، على أن يفتح وتفتح حوارات قطاعية في القطاع الخاص، وهذا مكسب جد مهم بالقياس مع الغلاء ديال المعيشة وتقهقر القدرة الشرائية. كذلك انتزعنا زيادة في الحد الأدنى للأجر للسميك، فهنا بالطبع كان أرباب العمل رافضين هذا المبدأ، ولكن بالحجة ديالنا وبالإقناع استطعنا باش نهزو هذا السميك ب10% على دفعتين ابتداء من فاتح يناير. كالمعلوم بأن السميك حالي فهو 3441 درهم ولا يغطي تكاليف الحياة. كذلك الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على دفعتين. وفيما يخص كذلك الأجور، تم الرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية من 3500 إلى 4500 درهم، وهذه قفزة جد نوعية. فيما يخص الضريبة عن الدخل، فبفضل القوة الترافعية لوفود الاتحاد المغربي للشغل فيما يخص هذا الباب، اللي بينوا بالحجة أن هناك حيف ضريبي تجاه الأجراء في كل القطاعات، بحيث هذه الضريبة عن الأجر يمكن تصل إلى 38%. فأقنعنا الحكومة تم تخفيض الضريبة من 38 إلى 37، الرفع من السقف ديال الإعفاءات إلى 6000 درهم، ثم مراجعة الأشطر المتوسطة باش نوصلوا إلى نتيجة ديال زيادة غير في الباب ديال الضريبة من 150 درهم إلى 540 درهم. هذه غادي يتقاضوها الأجراء كتحسين ديال الدخل. ففي هذا الباب هذا نعتبر كل ما حصلنا عليه بالإقناع وبالحجج لا يرقى إلى طموحات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، ولكن في العمل النقابي نعتبره مرحلة من المراحل في النضال، والنضال مستمر. اولا نحن نتوج اليوم مسار من المفاوضات مع الحكومه المتعلقه اساسا باتفاق جديد يتعلق اولا بتحسين الدخل ديال الطبقه الشهيره المغربيه والمتمثل اساسا في الرفع من الاجور ب 1000 درهم في القطاع العام، وكذلك 5% من الحد الادنى للاجر في القطاع الخاص. هذه سنة 2025-2026، ونعتقد كذلك بأن التخفيض الضريبي كان بالأشياء اللي كسبناها
أولا في إطار هذا الحوار الاجتماعي، ونحن منفتحين أيضا على مناقشة مجموعة من القضايا سواء المتعلقة بقانون مشروع قانون الإضراب أو المتعلقة كذلك بإصلاح أنظمة التقاعد. نحن نعتقد بأن هذا الاتفاق هو اتفاق مرضي لجميع الأطراف، واتفاق كذلك يفتح آفاق جديدة لا فيما يخص الجانب المتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة بصفة عامة، ولكن أيضا في إطار حماية الحريات النقابية وفي إطار أيضا المنظور الشامل الذي نسعى إليه هو الدولة الاجتماعية. اليوم تم التوقيع على اتفاق اجتماعي لكي يكمل الاتفاق اللي كنا وقعناه في أفريل 2022. هذا الاتفاق الاجتماعي فيه ثلاثة نقاط جداد اللي هما مهمين. النقطة الأولى هو الخفض من الضريبة ديال الدخل اللي غتمكن المواطنين يكون عندهم ان بوفوار داشا بلوز امبورطون، وهذا الخفض عاوتاني ديال الضريبة غادي يكون معاه اون اوغمونطاسيون ديال السميك ديال 10%. تعرفوا بان في هذه السنة من 2019 لدابا زاد تقريبا 30% في السميك، وكاين كذلك نقاط اللي هي بالنسبه لا فورماسيون بروفيسيونيل باش رد النظر لا فورماسيون بروفيسيونيل باش الشركات يمكن لهم يتوصلوا بالاستحقاق ديالهم، وكذلك بالنسبه للقانون ديال الاضراب اللي هو غيدخل ان شاء الله في هاد الدوره هذه ديال الماء ان شاء الله باش غادي نصوتوا عليه. وكذلك كاين المشكل ديال لو ديال كود دو طرافاي اللي خصنا نناقشوا فيه باش يكون توازن. حنا بغينا توازن ما بين الحقوق ديال المواطنين وديال الاجراء والحقوق ديال ارباب العمل. هادشي كله ان شاء الله كيبشر بالخير ان شاء الله، وحنا غنتابعوا باش هادشي كله يتحقق. الحمد لله مكنت الاشغال المثمره لهذه الجوله من الحوار الاجتماعي من اتخاذ الحكومه وشركائها الاجتماعيين لمجموعه من الاجراءات من اجل تحسين دخل كل وزراء القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام. وكتم هذه الاجراءات ديال جوله ابريل 2024. الزيادة العامة في أجور باقي العاملين في القطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، هذا بعدما حسنت الحكومة من دخل 420 ألف موظف كينتميوا لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة. كذلك كاين تخفيض على الضريبة على الدخل ديال لامبو سيو لو روفوني بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري قد يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة ديال الدخل، ورفع كذلك من السميك بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% منذ يعني الوصول ديال هذه الحكومة، ورفع ديال السماك بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبالتالي ارتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة. وبهذا ومنذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين في تحسين الدخل قد بلغ 4,250,000، منهم 1,250,000 موظف في القطاع العام و3 ديال المليون ديال أجير بالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي ديال الدولة ديالنا الحمد لله. وبالموازاة لإجراءات رفع من الدخل مكنت هذه الجولة من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي سيستأنف مناقشته في البرلمان. واحد غادي تكون فيه المناقشة في هذا الدور ديال أبريل، واحد إن شاء الله في الدور ديال أكتوبر. كما ستنكب الحكومة بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل، وبذلك تجدد الحكومة التزامها
بما أسست الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي. وشكرا.